نستكمل المحاضرة السابقة بتحكي، خلصنا موضوع المرونة. طبعا مرونة العرض نفس الشيء، يعني مرونة الطلب ومرونة العرض وحساب المرونة نفس الشيء، بس هنا عرض مرن وهنا طلب مرن، وعرض غير مرن وطلب غير مرن. في عندي هنا الموضوع يعني بسيط جدا، بيحكي عن التوازن، صفحة 55، يعني ممكن تكون في كتب تانية بتختلف. المهم يعني بيحكي عن التوازن، السعر، في عندي السعر وهنا الكمية المطلوبة وهنا الكمية المعروضة. في عند السعر بده يكون 5 4 3 2 1، والكمية المطلوبة 10. طبعا طبيعي انه السعر لما بنخفض الكمية المطلوبة بتزيد، 25 50 80 120. ممكن نسطر على فكرة عشان ما تدخلش الأمور على بعضها. هاي طبعا السعر قاعد بنخفض، الكمية المعروضة طبعا ايش حتنخفض. مية وخمسطعش، 80، 50، 20، 10. وين بتتساوى الكمية المطلوبة مع المعروضة؟ اسمه هنا كمية التوازن. وين بتساوي مع بعض عند السعر؟ هذا اسمه سعر التوازن. يعني سعر التوازن 3 وكمية التوازن 50. مش هنرسمها طبعا، ما في داعي نرسمها، انتم مطلوبة منكم كده بس الرسم يعني هيطلع معنا هنا. طبعا هاي نقطة التوازن وهي كمية التوازن، هي سعر التوازن. خلي الرسومات لما بعد يعني. طيب نيجي نكمل هنا، فائض أم عجز؟ مين أكبر، الكمية المطلوبة ولا المعروضة؟ الكمية المعروضة أكبر فبنسميها فائض عرض أو عجز طلب. مين أكبر هنا؟ المعروضة بنسميها فائض عرض. هنا توازن ضد بعض. هنا المعروضة أكبر نسميه فائض. المطلوب عفوا أكبر نسميه فائض طلب. وهنا فائض طلب. تمام؟ لو رحنا صفحة 56، في عندي نمحي الشاشة. صفحة 56 بيقول لي إن اختلال التوازن في السوق يرجع إلى عدم تكافؤ قوى العرض مع قوى الطلب. إذا ضغط قوى العرض على قوى الطلب فإن الثمن يميل إلى الانخفاض. أكيد طبعا قوى العرض ضغط على قوى الطلب، يعني العرض أكثر من الطلب فبكون الثمن منخفض لأنه في عرض أكثر من الطلب. اللي بعديها، إذا ضغط قوى الطلب على قوى العرض، يعني الناس بدها أكثر من المعروض، فإن الثمن يميل إلى الارتفاع. إذا تساوى قوى العرض مع قوى الطلب فإن الثمن يبقى كما هو. وكمان المستوى الذي يكون قد بلغه فعلا فلا يميل إلى. المهم الآن في عندي بعض الأمور اللي بتؤدي إلى تغير منحنى الطلب والعرض. الآن في عندي التغير
في ظروف الطلب والعرض. في عندي 4 حالات: التغير في ظروف الطلب مع ثبات ظروف العرض، طبعا هنا زيادة الطلب وثبات العرض، انخفاض الطلب وثبات العرض. هنا هناخد عكس منهم: التغير في ظروف العرض مع ثبات ظروف الطلب. الحالة الأولى زيادة الطلب وانخفاض العرض، عفوا ثبات العرض، عفوا عفوا جدا عفوا. وثبات العرض، لا العكس عفوا، احنا عملناهم هذول الطلب. خلينا معلش معلش خلينا من ايام البدايه، فوق غيرنا في الطلب وثبتنا العرض، تحت بدنا نثبت هاي تحت هنا، تحت هنا زيادة العرض وثبات الطلب، وش كمان؟ انخفاض الطلب، العرض عفوا، العرض وثبات الطلب. معلش سريع على اساس برضو نكسب الوقت عشان حجم الفيديو. ناخذ الأولى زيادة الطلب وثبات العرض. ايش في حاجات بتزود لي الطلب؟ مثل دخل المستهلكين بزود لي الطلب، توقعات عفوا عدد المستهلكين بزود لي الطلب، أذواق المستهلكين لما تتجه نحو سلعة معينة بزيد لي الطلب. ناخذ مثلا زيادة الدخل، زيادة ولا عدد المستهلكين، طبعا هتشرحوا انتو، مش حكتب انا كل شيء. هنقول انه المنحنى هذا منحنى عين، سمي عين منحنى عرض، وطا منحنى الطلب، هنا الكمية وهنا السعر، عين منحنى العرض وطاء منحنى الطلب. الآن في عندي وين بيلتقوا مع بعض؟ اسمها نقطة التوازن، نون تاء، وهذا سعر التوازن سين واحد، وهذه كمية التوازن كاف واحد. بدكم تعلقوا هنا علقوا، ما في مشكلة، يعني بنقول طاء هو منحنى الطلب وعين منحنى العرض، نون نسميها نون واحد، عشان الثانية نسميها نون اثنين. نون واحد بنسميها نقطة التوازن الأصلية، وكاف واحد كمية التوازن الأساسية أو الأصلية، وسين واحد سعر التوازن الأصلي. الآن زيادة عدد المستهلكين، إحنا بدنا زيادة الطلب، زيادة الطلب، لأن الحالة الأولى عندي زيادة الطلب وثبات العرض. عند زيادة الطلب ينتقل منحنى الطلب إلى جهة اليمين، هي راح لليمين، راح لليمين، هذا الأساسي، هذا الجديد طا 2، راح لليمين. لما راح لليمين قاطع منحنى العرض في نقطة جديدة بنسميها نون 2، وبننزل كده، هذه اسمها كاف 2،
وهذه برضو طبيعتها هتكون سين اثنين. الآن إيش نتج عندي؟ ينتج كمية التوازن كانت كاف واحد صارت كاف اثنين، انتقال كمية التوازن جهة اليمين راحت على اليمين، ومن كاف واحد إلى كاف اثنين يعني زادت. طب السعر من أسفل إلى أعلى، زيادة السعر التوازني وانتقاله من أسفل إلى أعلى، تمام؟ نقطة التوازن برضو من أسفل إلى أعلى ومن اليسار إلى يمين، انتقال نقطة التوازن جهة اليمين ومن أسفل إلى أعلى، هذه في حالة زيادة الطلب. الآن لو أخذنا مثلا في حالة انخفاض الطلب حيصير العكس تقريبا، نشوف في حالة انخفاض الطلب على السريع. طبعا هذا نقول في حالة انخفاض الطلب وثبات العرض، ايش الحاجات اللي بتخلي لي ينخفض الطلب؟ عدد المستهلكين قل، الدخل انخفض، اذواقهم اتجهت لسلع اخرى وهكذا. مثلا انخفاض اعداد المستهلكين، هاي مكبر بس هذا عشان يبين عندي. تعليق مش حكتب تعليق، تعليق المفروض تكونوا عرفتوه. هذا منحنى العرض، هذا منحنى الطلب، هذه الكمية، هذا السعر هو السين، كمية كاف ممكن نسميها كاف واحد أو كاف تا واحد يعني كمية توازن، هذه السين تا واحد وهذه نون واحد. انخفاض منحنى الطلب، هي منحنى الطلب لما ينخفض يا جماعة منحنى الطلب أو منحنى العرض بروح لليسار، يعني هي منحنى الطلب انخفض راح لليسار كده، كله راح لليسار، التقى مع منحنى العرض هنا سين اثنين كاف اثنين، كمية التوازن انخفضت ومن اليمين إلى اليسار، سعر التوازن انخفض ومن أعلى إلى أسفل، ونقطة التوازن انخفضت ومن أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار. الآن برضو يعني ممكن نشوف الحين على السريع طبعا انخفاض العرض وثبات الطلب، بضل عندي كمان انخفاض عفوا زيادة العرض وثبات الطلب. نشوف رسمة كل واحدة وش بحدث في كل رسمة، هاي العرض
وهي الطلب، هاي نقطة التوازن الأساسية، وهي كمية التوازن الرئيسية الأساسية، وهي سعر التوازن الأساسي، وهذه كمية المطلوبة، وهذه السعر. الآن انخفاض العرض، قلنا اللي بنخفض بروح وين؟ لليسار. هاي العرض اللي بنخفض بروح لليسار، يعني هنا ممكن يروح. تقف منحنى طلب جديد، هنا كاف 2 وهنا سين 2 وهنا نقطة توازن 2. ايش صار لهم؟ الكمية انخفضت، راحت لليسار انخفضت، السعر انخفض من اعلى الى اسفل، ونقطة التوازن اتجهت لليسار من اسفل الى اعلى ومن اليمين الى اليسار. بالنسبة لزيادة العرض وثبات الطلب، زيادة العرض يعني منحنى العرض وين بده يروح؟ اتجاه ايش؟ زيادة العرض يعني منحنى العرض بده يروح اتجاه ايش؟ الزيادة يعني يمين. طيب هذه كمية السعر، هذه عرض، هذا طلب، كمية التوازن الرئيسية أو الأساسية، سعر التوازن الرئيسي أو الأساسي، ونقطة التوازن الرئيسية. أي زيادة العرض يعني منحنى العرض راح وين؟ على اليمين. هاي منحنى العرض عرضي، صار هذا ايش؟ عين 2. لما اروح على اليمين حيقاطع الطلب هنا، الطلب حيقاطع هنا، يصير كاف 2 هنا سين 2، وهذه نقطة التوازن الجديدة. السعر انخفض من سين 1 إلى سين 2 ومن أعلى إلى أسفل، كمية التوازن زادت وانتقلت من اليسار إلى اليمين ومن كاف 1 إلى كاف 2. نقطة التوازن اتجهت لليمين ومن أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. وكذا بنكون خلصنا التغير في ظروف الطلب والعرض.